وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش. أهلا ومرحبا بك شيخ فائز. بداية، مفوضية حقوق الإنسان تقول إن القوات الأمنية اعتدت واعتقلت المتظاهرين في البصرة، إلى أي مدى ترون أن التعامل الأمني مع المتظاهرين يؤجج من الغضب في الشارع؟ تحية لك ولمعتاد القناة الرافدية لمشاهديكم الكرام. حياك وبياك. في ظل ما تدعي منظمات حقوق الإنسان، أي هي أكيد في العراق وهي جزء من المشروع السياسي، وعلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية أن تعي بأن هذه الأحزاب هي ليست أحزاب بل إنما قادة عصابات، لأن جميعها تمتلك ميليشيات مسلحة للحفاظ على المكاسب بل ننصب مالها من أجل سرقة ثمار العراق. والنقطة الثانية، لا يعقل لدى كل شعوب العالم ولدى كل أحرار العالم والأنظمة العربية والدولية أن تكون نفس المجموعة التي حكمت العراق طيلة 15 عام أن تكون هي المصلحة الآن. وأنت تسمع جيدا والناس تسمع بأن السرير الجمهوري عندما يتحدث اليوم في قبة البرلمان يقول إننا نسعى للحفاظ على إنجازات العملية السياسية. أي إنجازات عملية سياسية؟ التعليم، الزراعة، التجارة، الفساد، شرعنة إيران، شرعنة الميليشيات، العصابات المسلحة، الخطف، الاعتقالات، أي إنجازات للعملية السياسية يبدأ بها سبيل الجمهوري أو العبادي أو المالكي. هذه الحالة بالنسبة للمتظاهرين، كلما يخرج الشارع تعود على هذه الطبقة السياسية منذ 2003 كلما يطالب بحقوقه كلما يزاد قمعي. والآن سينتظر الشارع العراقي إذا شكلت حكومة من قبل أي طرف من الكتلتين، سينتظر في الأسابيع القليلة بعد تشكيل الحكومة من بطش وقتل في الشوارع. عندما استخدمت القوات الأمنية القوة مع متظاهري الأنبار ومتظاهري المحافظات الست المنتفضة، كنا نقول أن إيران دفعت بذلك، لكن عندما تستخدم القوة مع أبناء جلدتها في الجنوب في البصرة هنالك غرابة في هذا الأمر. لماذا تصر برأيك على استخدام القوة والحل الأمني في التعامل مع البصرة؟ هاي بالنسبة للمتظاهرين أو المظاهرات أو القمع، أسلوب القمع من قبل الحكومة إن كانت في مظاهرات الأنبار الرمادي أو مظاهرات المناطق الغربية، هي كلها يعني كخطوات لتفتيت الشعب العراقي تارة يقضون على هذه المحافظات لأن طالبت بحقوق مشروعة لمدة عام بدون اعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين، مظاهرات سلمية، مظاهرات الأنبار والمناطق الغربية، وتارة الآن وكانوا يدعون بان هؤلاء بعثيين وارهابيين ومن الطائفه السنيه، وهؤلاء يسعون الى السيطره على الحكم واعاده حزب البعث، وبالتالي الان توجهوا الى نفس الكتله التي نفس عفوا المجتمع او الشعب الذي يدعون تمثيله واخذوا بقتله والبطش به واستهدافه في الغازات المسيله للدم والعيارات الناريه المتعمده وليس العشوائيه، وهذا ما يثبت بان الشعب العراقي كذلك عليه مسؤوليه. يجب على الشعب العراقي ان يتوحد بجميع محافظاته بمظاهراته، وان لا يكون هذه المحافظه من الجنوب تنتظر المحافظه الغربيه او المحافظه الغربيه تترك محافظات الجنوب. على الشعب العراقي ان يعي جيدا بان هؤلاء مكسبهم الوحيد هو ميل السلطه لاستمرار بالسلع اموال الشعب العراقي. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.